تقول الأسطورة الهندية القديمة إن الله عندما خلق حواء أخذ خفة الورقة ونظرة الظبي وإشراقة الشمس ورطوبة الندى وتقلب الريح ووداعة الأرانب وصلابة الجواهر وقسوة النمر وحلاوة العسل وحرارة النار وبرودة الثلج ومزج هذا كله فكانت هي للحزين عزاء وللزوج أعباء، هي للشاعر زهرة، هي للشاب كابوس، هي للرواء حورية، هي للشيخ عدو، هي للجندي رفيق، ولهم جميعا هلاك. ماذا تمثل هي بالنسبة للفنانة سهير البابلي؟ هي حواء الأنوثة، القلق، العصبية، الحب، العنف، الدمار. هي أنا، هي بتعني حاجات كتير جدا، بتعني الإلهام، وبتعني رد فعل النجاح، بتعني يعني بالنسبة للمسرح مثلا على الأقل أنا الصف الأولاني لو ما لقيتش فيه ستات ما بعرفش أشتغل. المرأة هي البسيطة والمركبة، هي القطة والنمرة، هي الغامضة والواضحة، دمية بأسرها ولم تكتشف، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه اكتشفها، لا نزار قباني ولا إحسان عبد القدوس ولا أحمد رجب ولا أي حد. المرأة في نهاية الأمر كما يقول أديب جزائري عظيم اسمه محمد ديب، يقول لك لولا المرأة والبحر لمتنا من الجفاف. لا. هي قوية، ذكية، معطاءة، أم، هي نصف المجتمع. المرأة أنا بعتبرها يعني غلبانة ومنطوية وجاية على نفسها، وفي نفس الوقت العطف والحنان والإنسانية والذوق وكل حاجة في حياة البني آدم. فنان الكاريكاتير الأستاذ مصطفى حسين، ماذا تعني أو ماذا تمثل هي بالنسبة لفن الكاريكاتير؟ لا دي بتمثل كتير قوي، لأن هي إن ما كانتش بتظهر في الكاريكاتير ذاته فهي بتبقى ورا الكاريكاتير. ويعني في يمكن زملاء رسامين عملوا شخصيات نسائية وكان ليها تأثير كبير، زي الفنان الكبير رخ عمل بنت البلد وخدت فترة طويلة في الكاريكاتير، ورفيعة هانم والسبع فندي، دي شخصيات نسائية برضو تذكر. لكن بالنسبة لريشة الأستاذ مصطفى حسين، والله أنا يعني بخاف أخوض في السكة الخطر دي الحقيقة، دي نمرة واحد. لكن في بعض الشخصيات يعني مثلا زوجة أسف سماوي تطلع شبهه كذا، زوجات كمبورة بيطلعوا بالعشرات. لكن أي كاريكاتير عادي بقى، في مشكلة اقتصادية، في مشكلة تموين، في مشكلة بيت، في مشكلة أموال، أولاد، فبيبقى وراها المرأة، فهي يعني إيه الأساس. دكتور شعلان، كان في مناقشة بيني وبين زميلة ليا، يعني هي لها رأي بتقول أنتوا ليه تعملوا حلقة خاصة بهي أو بالمرأة، لأن دلوقتي خروج المرأة للعمل ومساواتها مع الرجل في كافة المجالات النهاردة خلى الفروق بين المرأة والرجل تتلاشى. يعني مش مفروض ان احنا بقى نبص للمرأة تاني على انها كيان مختلف اسمه هي او مختلف اسمه المرأة، يعني هي اصبحت مع الرجل تتساوى تماما. مش عارفة هل مساواة المرأة مع الرجل في العمل وفي الحقوق، هل فعلا هذه المساواة خلى كل الفروق داخل المرأة نفسها تتلاشى؟ هل نفسيا هذه التغيرات أثرت على المرأة من داخلها؟ هو أولا المساواة هي ادعاء وليست واقع. إنه في واقع الأمر إحنا بنقول إن المرأة والرجل واحد والاتنين بيخرجوا للعمل،
ولكن في حقيقة الأمر في نوع من التعصب ما زال موجود ضد المرأة، وفي نوع من التعصب المضاد من قبل المرأة أنها بتقبل هذا، ومقابل ده بتاخد نوع من الدور اللي بيديها فرصة للانتقام. ففي حقيقة الأمر ما فيش مساواة، إنما في أمل في المساواة وفي ادعاء المساواة. وطالما هذه المساواة مش موجودة فهيفضل في حاجات مخصصة للمرأة. هو كل اللي يطرح إنه هل نكرس هذا الاختلاف أو نسعى فعلا إلى محو هذه الفروق بحيث تتحقق المساواة الحقيقية. ستظل هي هي وسيظل هو هو. واسمحي لي أكون واضح وأمين وأقول لك، وستظل المرأة في المجتمع مواطن من الدرجة الثانية مع كل الاحترام. بتصور أنك حكمة في أن يخلق الله الرجل رجل ويخلق المرأة امرأة، وكل الفروق الفسيولوجية اللي بين الاثنين لا تستطيع إطلاقا أن تمحو الفروق النفسية التي بين رجل وامرأة. ولو كان هناك حكمة في أن يكون هناك جنس واحد لما أصبح فيه فكرة الذكر والأنثى، لما أصبحت البشرية ككل. لما تقولي لي أن المرأة خرجت للعمل وبالذات قد تساوت، اسمحي لي أقولك أن المرأة حتى التي خرجت للعمل لا تزال تشعر في أعمقها أنها في حاجة إلى كتف رجل تتكئ عليه وحضن رجل يحميها أحيانا من غدر الزمان ومن نفسها. الدراسة أجراها مجموعة من علماء النفس عملوا فيها مقارنة بين سلوك القطط وسلوك المرأة. أولا أسأل الفنانة سهير البابلي، علاقتك بالقطط شكلها إيه؟ أنا عموما ما بحبش القطط. الصنف اللي بحبه السيامي، مع أنه خاين جدا وأنا ما فيهاش الخيانة دي. طب ليه بتحبي؟ شكلهم عينيهم، بحب العينين الحدقة بتاعتهم تبقى واسعة وفي الشرطة اللي في النص دي. الخضار بتاعهم حلو قوي، أو في بيبقى خضار على بنفسجي على أزرق. القطط فيها كثير جدا من الست، والست فيها كتير قوي من القط. لما حد يضايقها أو تطعن في حاجة من رجل لازم مخالبها تطلع. هي دي المخالب القطة. فنانة معالي زايد، تزعلي لو حد قالك يا قطة؟ لا ما زعلش، لأن أنا فيا فعلا صفة من صفات القطة. اللي هي إيه بقى؟ الخربشة. لو حد حاول لو حد حاول يعني يستفزني أو أحس كده من بعيد بروح عدائية فعلا بخربش. هو في علم حديث اسمه سوسيوبيولوجي، اللي هو الحياة الاجتماعية للحيوانات، وابتدوا يكتشفوا انه في صفات لدى الحيوانات هي في واقع الأمر صفات تكيفية مع الواقع البيولوجي اللي احنا عايشينه، وان هذه الصفات التكيفية بيكتسبها أي كائن حي في أي مرحلة، وقد يتخصص فيها كائن دونا عن آخر فنصفه بهذه الصفة. يعني واحد بيلدغ زي العقربة، فممكن نقول على بني آدم أنه زي العقربة، لأنه طريقة تكيفه وتعامله مع الواقع زي تعامل العقربة مع الواقع، أنه من تحت لتحت ويلدع كده من غير ما حد يشوف. بنفس المنطق نقدر نقول أن في صفات مشتركة ما بين المرأة وما بين القطة أحيانا. زي إذا كان بنصف القطة أو نميل إن احنا نصفها على إنها وديعة أو إنها مرخرخة ومرتاحة وقادرة على الاسترخاء والتأمل، فبنقدر نجد هذه الصفات في المرأة أيضا. بنصف القطة أحيانا إنها مخبية الأظافر، ولكن لما بتوري الأظافر والأنياب فهي بتخربش بصحيح. فبرضو المرأة كيدهن عظيم لما يكون حكاية طيبة، ولكن لو أثرناها ممكن تبقى شرسة جدا. الرجل وضع المرأة في قفص من حديد وأخذ يحرسها ليلا ونهارا. اختبر ذكائك،
أيهما السجين. سواء أعطتنا المرأة أم لم تعطنا يسعدنا أن نطلب منها دايما. يا حات ومد ايديه وكسر خاطره حرام. إذا حقدت المرأة تحولت إلى سلاح أخطر من القنبلة الذرية. يقول أحد الفلاسفة نصيحة: إذا قالت لك امرأة إنها تموت في حبك فلماذا لا تتركها تموت؟ أجمل 10 سنوات في حياة المرأة هي ما بين 28 و28 برضو. انتوا حلوين في سن الـ50، انتوا حلوين في سن الـ50، أحلى من الورد وأحلى وأحلى من الياسمين، أحلى من الورد وأحلى وأحلى من الياسمين. الزواج قصة بوليسية تنتهي عادة بإلقاء القبض على المجرم. في أبيات من الشعر لشعر أحمد شوقي بيوصف فيها مملكة، الحكم في المملكة دي للنساء مش للرجال. بيقول فيها إيه؟ مملكة مدبرة بامرأة مؤمرة تحمل في العمال والصناع عبء السيطرة، مخلوقة ضعيفة من خلق مسورة. جميل. مين هي؟ مين هي اللي بتعمل كده؟ دي ملكة النحل. مظبوط كده صحيح؟ صح. تعرفي مين هي الست المستحية؟ الست المستحية؟ انا مش فاكراها بس انا عارفاها. يعني عارفاها؟ صاحبتك؟ لا مش صاحبتي قوي. شفتيها يعني قبل كده؟ شفتيها فين؟ في المطبخ. حاجه دي نوع من الخضار هي مش كده؟ هي نبات بينمو في المناطق الاستوائيه. طب تفتكري يعني هو طبعا محتاج شيء من التخمين يعني. ليه سموه الست المستحيه؟ على ان في حته فيه متغطيه كده يعني، هو مجرد ما تلمسي الورق بتاعه بيتلف كده بيستحي يعني. تقدري تقولي لي كلمه حريم مشتقه من ايه؟ ليه سموهم حريم؟ حريم او ليه سمونا احنا حريم؟ حريم اعتقد على اساس ان الست برضو بتبقى حرمه. يعني ايه حرم؟ يعني أنوسة. يعني برضو مش ما أعتقد أنها هي مشتقة من كلمة يعني المحرم أن حد يراها يعني. أيوة. المحرم أيوة. حد يراها. مين الست هدى؟ الست هدى لشوقي. فعلا مسرحية مسرحية لشوقي. الأواسي أو الآسيات لقب كان العرب بيطلقوه على النساء اللي بيعملوا في إحدى المهن، تفتكر مهنة ايه؟ المهنة المتعلقة بالطب، التمريض مثلا. صح كده. سيدة في الجاهلية اشتهرت ببصرها الحاد جدا لدرجة انها كان بيقال انها بتشوف على بعد مسيرة 3 ايام. زرقاء اليمن. تمام كده. الفنانة معالي زايد مين هي اللي قاعدة في الملأة وعليها 100 خلقة؟ قاعدة في الملأة وعليها 100 خلقة؟ ايه اللحمة دي ولا ايه؟ طب ايه علاقتها باللحمة؟ مش عارفة. في المرأة مش في الملأة. الملأة باللحمة. ايدي دي الكرومبة. لا العظيم عليها 100 خلقة، الورق بتاع الكرومبة. ملك من ملوك انجلترا ضحى بالعرش من اجل المرأة التي احبها. هو ملك ادوارد الثامن. مظبوط. تبين من الدراسة ان الرجل يشتري اولا لارضاء زوجته ثم امه ثم اخته، ولكنه يدفع كل ما في جيبه عن طيب خاطر لارضاء خطيبته. دكتور شعلان، الأبحاث بتؤكد المرأة تمثل أكثر من 99% من القوة الشرائية في مختلف أنحاء العالم. هل المرأة
محبة بطبيعتها للاقتناء بصرف النظر عن حاجتها للشيء اللي بتشتريه. أقدر أقول إن فيه أساس بيولوجي لكده. الحمل هو نوع من الاقتناء للطفل. الأولاد الصغيرين هما في الحقيقة في حضانة الأم، القانون والمجتمع كله بيقر ده. ففي أساس بيولوجي نقدر نقول إن المرأة تحب تقتني، حتى الرجل بتقتنيه. ولكن اللي احنا بنشوفه النهاردة هو انقلاب في العلاقة بين الإنتاج والامتلاك. إنه كنا بنشوف إن الإنسان اللي بيشتغل وبينتج بيملك، ولكن النهاردة بنشوف علاقة معكوسة تماما، إنه ممكن الواحد ما يشتغلش، إنما مجرد إنه يعدي البحر الأحمر أو يروح حتة فيها حظ أو فيها وفرة ويرجع مع قرشين فبيصبح مالك. فقيمة الملكية في المجتمع نفسه تغيرت تماما، بحيث ما فيش علاقة مباشرة ما بين الملكية والإنتاجية أو القدرة على الإنتاج والعمل. ولكن مع هذا الانقلاب أيضا أصبحت المرأة تقول طيب أنا هستغل كونك أنت يا رجل بتحاول تخليني جزء من ملكيتك، أنا هستغل أنك أنت نفسك بقيت ملكية وبقيت قيمتك مرتبطة بما تملك، وهحول ده لصالحي، هبقى أنا اللي أملكك وأنا بالتالي اللي حصرف اللي أنت حوشته وأورسه، ووجودك مش بس زي عدمه، أنا عدمه أحسن. كل ده بتقوله المرأة دكتور؟ ده رد على اضطهاد أو قهر الرجل للمرأة بما يجعلها مجرد أنها مالكيش شغلة غير أنك تقعدي في البيت وتخلفي لي أولاد. طالما بينظر هذه النظرة اللي فيها نوع من التعالي على المرأة ويقول أنا اللي بشتغل، بينما حقيقة الأمر ما عادش بيشتغل، هو كمان بيقعد في البيت، وكل الحكاية أنه هو علاقات أو طرق الكسب أصبحت بتيسر للرجل أنه يكسب من غير ما يشتغل. فإحساسه إن هو أصبح هكذا بيخليه بيخش في منافسة أو في علاقة فيها مزيد من الاضطهاد للمرأة، فهي بترد عليه بمزيد من الملكية. طيب إذا عايز تضطهدني وتخليه مجرد صانع للأطفال، طب أنا هاخدك أنت وأطفالك وحطكم في جيبي وأمتلككم وأصرفكم كمان. التعامل مع الست اللي بتشتري هل بيحتاج إلى نوع من الفهم للجانب النفسي للست؟ أكيد طبعا. ان الواحد لازم يكون صبور معاها، ولازم تقيس مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تقتنع بالحاجة اللي هي تاخدها. هل بتقدري تحسي الزبونة دي داخلة تتفرج وتضيع وقت ولا جاي تشتري؟ طبعا بالطبع عارفين اذا كانت داخلة تشتري او مش تشتريش. لانها بتتفرج على الملابس كلها بتاخد فكرة، يعني تدخل تقولي تاخد فكرة. لكن هل في ستات غاوية بس تتفرجوا؟ في ستات برضو غاوية انها تدخل تتفرج وتقيس كمان. بتضايقك الست دي؟ طبعا اكيد بتضايقني، بس انا برضو ببقى معاها كويسه ولازم اقيسها وكل حاجه. بصراحه دايما بتبقي الابتسامه على وشك مع الزبونه، يعني في محلات الواحد بيحب يدخلها من معامله المشرفه على البيع فيه، وفي اقول لك لا دي البنت هنا كشره ما باخشش خالص. ما هي البياعه اللي واقفه في المحل عنوان المحل. يعني ان كانت كشره بتبقى بتخلي الزبون يبعد، ان كانت كويسه مع الزبون بتخليه يقرب تاني للمحل. بيقولوا ان الست احيانا بتشتري الفستان لمجرد زرار عجبها في الفستان، بمعنى ان ايه يعني ما بتبقاش محتاجة للفستان، ولكن هي زي ما تقولي تحب تقتني الحاجة او لانها مجرد انها على الموضة يعني او كده. انت ايه رأيك في الحكاية؟ لا مجرد زرار. لا يعني هل مجرد انه عجبها الفستان او حاجة، ولا لانها بتبقى محتاجة فعلا؟ لا بتبقى برضو اكيد محتاجاه لظروف، مثلا بتبقى عايزاه مثلا لسهره لحفله تخرجه، فبتقولي ان انا عايزاه ضروري يعني، فبتختار معايا انا وبتاخد رايي برضو. ساعات ايه بشوف واحده داخله تشتري حاجه ويمكن متردده فيها، الاقي البياعه بتقول لها ان مفيش غير حته واحده وفي ست بره مستنيه الحاجه دي وعايزاها، فبحس انها شبطت فيها. ده بيحصل؟ ده بالطبع فعلا زباين لما تكون واحده عايزاه والثانيه شبطانه فيه فالثانيه تاخده بيحلو طبعا فعني. طب انت بصراحه بقى ما بتلجئيش للحكايه دي احيانا تقولي لها ده في واحده عايزاه وما فيش غيره؟ يعني احيانا. الحب يعمي الرجل والزواج يرد له بصره. المراه الصادقه هي التي تكذب فقط في سنها ووزنها وإرادة زوجها. يقول أنيس منصور: وراء كل عظيم امرأة، وراء كل امرأة شيطان. هذا صحيح، المرأة لا تستطيع أن تعيش بدون رجل،
تنكد عليه. يقول أنيس منصور: إن كنت تبحث عن ملح فاذهب إلى البحر، وعن دموع فاذهب إلى المرأة، وعن كارثة فاذهب إلى المأذون. لا تطلب الفتاة من الدنيا إلا زوجا، فإذا جاء طلبت كل شيء. العالم الشهير جراهام بيل مخترع الهاتف كان يهوى الموسيقى ويجيد العزف على البيانو ويهتم بكل ما يتعلق بالصوت من قريب أو بعيد. كانت زوجته صماء، ومع ذلك فقد استطاعت هذه الزوجة الرقيقة الشابة أن تدفع هذا الرجل وهذا العالم الشهير إلى أروع أعماله. كانت وراء كل عمل صغير أو كبير قام به خلال حياتهما الزوجية التي دامت لأكثر من نصف قرن من الزمان. كتب جراهام بيل في مذكراته يقول: لقد علمتني أشياء كثيرة في الحياة، لقد عشت مع هذه المرأة أعظم قصة حب في الوجود. الفنانة فاطمة عيد، لو قلتلك وراء كل عظيم امرأة، طبعا دي مقولة شهيرة وقديمة، هل تفتكر انها ما زالت لغايه النهارده مقوله صادقه يعني؟ هل ما زال كل وراء كل عظيم امراه؟ ايوه صادقه فعلا يعني، وفي نفس الوقت بس مش اي يعني، مش اي مراه ومش اي رجل يعني. يعني لما يكون في حب في معجزات، ما فيش حب يبقى ما فيش معجزات. استاذ مصطفى حسين، على المقوله الشهيره القديمه وراء كل عظيم امراه، لو طبقناها بمقاييس عصرنا الحاضر نقدر نقول انها ما زالت مقولة صادقة؟ هي انا في اعتقاد انها مقولة راسخة وصادقة وسليمة ومستمرة من الازل الى الابد يعني. لكن باسلوب الكاريكاتير نقدر نقول ان وراء كل عظيم امرأة بالكرباج. هو اكيد، لان وراء كل انسان في امرأة، اذا كان عظيم فبتبقى امرأة دفعته الى انه يكون عظيم، او هيئت له الجو الى انه يكون عظيم. واحيانا امراه عنيده بتسحب الانسان الى الفشل، فهو بيعند اكتر وبيصل الى النجاح، فبتبقى برضه وراء امراه. ما فيش شك. ليه؟ لانه وراء كل عظيم امراه قد ترفعه الى اعلى، أو ربما كان وراء هذا العظيم امرأة تنزل به إلى أسفل السافلين. فالمسألة ليست فقط من طرف واحد، لكن هذه المقولة لا تزال. بس تعالي نحدد المسألة. أنا مثلا على سبيل المثال، أنا عايز أتكلم عن نفسي، أنا على سبيل المثال، على سبيل المثال أنا ممكن أقول المرأة في حياتي أدت 60%، لكن 40% جهدي وعذابي ومعاناتي. فهو تعبير شيك. لما تقولي لي ايه المقصود بيه، اقول لك المقصود بيه ان المرأة هي التي تصنع المناخ المحرض على النجاح، وايضا تستطيع ان تصنع المناخ المحرض على الفشل. فانتي متأسف انا يعني خدت لا اتفضل معلش. فانت تستطيع كامراه ان ترفعيه وان تخفضيه، انما لك دور. وحضرتك بتفكرني برايي بيقول: الرجل يتصور السعاده ولكن المراه هي التي تقود اليها. يعني هو بيضع التصور فقط وهي اللي عليها. نعم هذا كلام صحيح. وسبنسر بيقول ان السعاده هي تعاسة اقل مع المراه. لا تاني يا استاذ مفيد، اقول لك تاني، السعاده هي تعاسه اقل مع المراه. يعني مجرد انها لم تتعس الرجل ده في حد ذاته سعاده. نعم. لو قلت لك وراء كل امراه عظيمه نقط، تكملي تقولي ايه؟ يعني ده راي خاص بيا انا. يعني مش لازم يبقى في حد خالص. رغبة في النجاح، في إثبات الذات، وأقول وجود الراجل أوكي، ما وجدش مش لازم. يعني أنا أعتقد أن كل امرأة عظيمة لو بحثنا ونبشنا في التاريخ شوية نلاقيها يا إما ما فكرتش في الزواج، يا إما ما مرش في حياتها زوج، يا إما هي رافضة
ومتفرغة لأنها تبقى عظيمة. لأن إزاي هتبقى عظيمة وهي ليها زوج؟ الزوج يعرقل العظمة أستاذ حسن. والله ده أسلوب كاريكاتير لا أحاسب عليه، لأن أنا بعد التسجيل ده أنا مروح البيت. هم اللي هيحاسبوك عليه الرجال المرة دي. وراء كل امرأة عظيمة إيمان كبير، شخصية استقلالية، كبرياء راقي، فهم رجل. وافتخر ان انا انسانة، انتي غصب عنك انسانة، وحكون على طول انسانة. لوحدك مش ممكن. من غيرك من غيرك، ومعاك انا او مع غيرك، الشمس هتطلع برضو مش هتضل من غيرك، والارض هتفضل دايرة مش هتفرمل من غيرك، والناس هتعيش وهتكبر مش راح تصغر من غيرك، وانا هفضل انا من غيرك، انا هفضل انا من غيرك، انا 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 هفضل انا من غيرك. كابتن عزيزة، امرأة مصرية رائدة في ميدان السباحة ولا الكشافة ولا الطيران؟ طيران، اول طيار. العبارة بتقول، خلي بالك، جورج ساند كاتب فرنسي شهير دافع عن قضية المرأة في معظم مؤلفاته، صح ولا غلط؟ هو بالحداقة احتياطي غلط. ما اعرفش بس هي غلط. طب يعني تتوقعي ليه يعني؟ ما تعرفيش؟ لا، هو جورج ساند ما هوش مؤلف، هو ده اسم كاتبة، وفي الواقع ان جورج ساند ده كان اسمه مستعار كانت بتكتب تحته عشان تقدر تنشر مؤلفاته. طب كويس، ومنكم نستفيد. لو قلت لك مين صاحبة اقدام الزنبقة؟ اقدام الزنبقة؟ لا معرفش. صعب شوية. هي لقب كانوا بيطلقوه في الصين على كل بنت صغيرة، لان انت عارف كان هناك التقاليد ان البنت لازم تبقى رجليها صغيرة بتحط من علامات الجمال. ايوه، حتى تكمل بقى بتحط في جزم اظن من معدن، ايوه، عشان ما تكبرش كتير. فكل واحدة بتحفظ على هذا التقليد او بتلبس الجزمة دي تبقى صاحبة اقدام الزنبقة. والله هم دول. هم دول. انا كنت عارفهم بس مش عارف اسمهم. معالي. لا مش معالي زايد. اسم معالي، هل فكرتي في يوم من الايام معناه ايه؟ انا سالت بابا على فكره. والله اشمعنى اسم معالي؟ بابا كان ايام زمان كان ضابط في الجيش، فكان بيقولوا كان اياميها صاغ ايام اتولدت انا، فكان ايام معالي الوزير الرتب القديمه صاغ في الجيش. فكان بيحب قوي يتنديه له معالي الصاغ، عشان يعني انا في شهاده الميلاد موجوده مكتوبه معالي الصاغ عبد الله احمد من الباوي. يعني انت فاكره نفسك دلوقتي معالي الوزير مثلا؟ لا، هو يعني عايزه اقول في اللغه يعني ان المعالي هي كلمه جمع، صيغه جمع من العلا والعلو، والمفرد معلاه، ومعناها الشرف والرفعه. فانت بقى الشرف والرفعه في صيغه الجمع بقى اكثر من. طب الفنانه فاطمه عيد، ما فكرتيش مره تعرفي ايه معنى اسم فاطمه؟ هي فاطمه دي اعتقد يمكن اسم شعبي، وهو طبعا مسمى على اسم بنت الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام هو اسم عربي. عربي. بس المعنى ايه بتاع الاسم؟ لا ما تعرفيش؟ لا ما اعرفش. هو في حد ذاته يعتبر دعاء كامل. ليه؟ معناه ايه؟ المرأة او التي ندعو لها بان تتزوج وان تلد وترضع ثم تفطم اللي هترضعه فتصبح فاطمة. ايوه، فكل ده يعني دعوة ليكي. ايوه. طب الحمد لله. عزة، هل هي الفتاة العزيزة على القلب، ولا ابنة الظبية سريعة الجري، ولا بنت العز والحسب والنسب؟ عزة. لا اعتقد انها ابنة الظبي. تمام. تقول الاحصائيات ان نسبة جرائم النساء في مصر لا تتجاوز 3% من المجموع الكلي للجرائم،
ولا تقارن بجرائم بنات جنسها في مختلف أنحاء العالم. فنجد مثلا أن جرائم المرأة الأمريكية تتجاوز 20% من المجموع الكلي للجرائم التي ترتكب في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. ومع هذا فالإحصائيات تشير إلى ارتفاع نسبة جرائم النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة. كذلك طرأت تغيرات عديدة ومختلفة على دوافع الجريمة والوسائل المستخدمة فيها. الدكتور علي فهمي خبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية وأستاذ علم الإجرام بجامعة عين شمس. علاقة الرجل بالجريمة علاقة قديمة يمكن بنعرفها من أيام قابيل وهابيل. لو تساءلنا عن علاقة المرأة بالجريمة هل لها نفس القدم؟ بالنسبة للمرأة في أوروبا وحتى مطالع العصر الحديث كان لها علاقة بجريمة شهيرة جدا نحن لم نعرفها في مجتمعاتنا. فالمرأة كانت تشتهر بالسحر والشعوذة، السحر الشرير بالذات. في ثقافتنا العربية الإسلامية لم نعرف هذا النمط من الإجرام المرأة. ربما عرفنا بعض الأنماط الأخرى في نطاق ضيق جدا وحيز قليل. لو تناولنا أنماط جريمة المرأة، هل هي أنماط واحدة تختلف تماما عن أنماط جريمة الرجل؟ هو في جريمة واحدة اللي تنفرد بها المرأة، وهي ما يتعلق بالدعارة أو البراء بحكم التكوين الفسيولوجي والبيولوجي فقط، لأن لا نتصور أن الرجل يمارس هذه الجريمة، يمكن يمارس جرائم أخرى، إنما يمكن للمرأة أن ترتكب مثل ما يرتكب الرجل من الجرائم، إنما في الغالب بنسبة أقل، وأسلوب التنفيذ يكون فيه شيء من الاختلاف. نتناول الاختلاف في أسلوب تنفيذ الجرائم عند المرأة والرجل. يعني من المعروف أن المرأة يمكن أن تقتل، إنما في الغالب لا تلجأ إلى أسلوب عنيف في القتل كما يفعل الرجل. فالمرأة مشهورة في الريف حتى المصري منذ قديم باللجوء إلى التسميم عندما تود أن تقتل الرجل. تلجأ إلى التسميم لأن السم يسري ببطء إلى غير ذلك. أيضا لا نتصور أن المرأة تلجأ إلى تهريب مثلا المخدرات من أو جلبها من الخارج، لأن هذا يقتضي استخدام نوع من العنف، استخدام تسير في دروب جبلية معقدة إلى آخره، إنما يمكن أن تساهم في توزيع المخدر. أيضا ممكن نتصور المرأة تنشل خفية، إنما لا نتصور أن المرأة تسطو على بنك أو بيت، لأن هذا يقتضي قوة عضلية معينة ويقتضي في الغالب اللجوء إلى سلاح ناري. ففي الغالب المرأة لا ترتكب هذا. يمكن المرأة أن ترتكب بعض جرائم الاحتيال اللي بيتعلق باستخدام الذكاء والمكر والدهاء، إنما لا تستطيع أن ترتكب جرائم ضرب مثلا إلا في حالات نادرة، أو جرح إلا في حالات نادرة. لما نتحدث عن جرائم القتل بصفة خاصة، هل دوافع المرأة في القتل تختلف عن الرجل؟ في مصر تختلف كثيرا، لأن في الغالب القتل في مصر في الغالب أقول بيأخذ طبع الأخذ بالثأر، وهو يقع في الغالب على عاتق الرجل، العصبة نفسها، إلا في حالات نادرة جدا. أيضا القتل للعرض يكاد أن يقتصر على الرجل، أن يقتل للعرض، إنما ممكن المرأة تقتل غيلة للغيرة مثلا، ممكن تقتل للغيرة. أيضا احتراف القتل يكاد أن يكون مقصورا على الرجل، أن الرجل يستأجر للقتل، لا يوجد امرأة تستأجر للقتل لأنها بتقتضي عمليات عنيفة لجوء إلى العنف. بس يعني هو في قصة مشهورة، هي قصة رايا وسكينة في مجال الجريمة بالنسبة للمرأة، تكاد تكون قصة احتراف للقتل. هو الواقع هي قصة طبعا استثنائية في تاريخ الإجرام في مصر، ومع ذلك هم في البداية رايا وسكينة لم تكون محترفتين للقتل، هما كان بيقتلوا بقصد سرقة الأساور الذهب والمصار إلى آخره. طب ده ما يعتبرش احتراف؟ طبعا يعني تحول مع الوقت إلى احتراف، بس نجد إن دي حادثة استثنائية الحقيقة جدا في تاريخ الجريمة في مصر، تاريخ يعني المعروف
نجد ان دي حادثه شبه وحيده يعني. بدليل الشهره اللي خدتها وتناولتها الاعمال الفنيه المختلفه. تعليق ريشه الفنان الاستاذ مصطفى حسين على حوادث قتل الازواج. ده رسمته عملي ويمكن هتبان دلوقتي الرسمه اللي انا راسمها. فانا بعتقد ان الاسلحه والشنط والمسائل اللي زي المفروض تختفي من حياتنا لغايه ما تمر الفتره اللي احنا فيها بسلام يعني. واذا كان في الكاركتير اللي انا بقوله فجهاز العروسه يعني اعتقد ممكن يقعدوا ابو العروسه والعريس يتفهموا. طب السكاكين على مين؟